بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. درسنا اليوم عن عبادة عظيمة، عبادة يتصف بها عباد الله المتقين الصالحين، ألا وهي قيام الليل. وقد ذكر العلماء في تعريف قيام الليل: هو قضاء الليل ولو ساعة بالصلاة أو غيرها كالاستغفار أو الدعاء، ولا يشترط أن يكون مستغرقا طوال الليل. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أن قيام الليل تتحصل بصلاة العشاء جماعة، والعزم على صلاة الصبح أيضا جماعة. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما شاء الله. وقد ذكر القرآن الكريم أن من صفات المتقين هم الذين يحيون هذه السنة العظيمة ويقيمونها بشكل مستمر، حيث قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال أيضا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: هم الذين لا ينامون من الليل إلا قليلا، يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود، ويختمون هذه العبادة بالاستغفار. وقد حث الله تبارك وتعالى هذه الأمة الإسلامية العظيمة بقيام الليل، ففي بداية سورة المزمل قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال بعض العلماء: ناشئة الليل هو أول الليل، أي بعد صلاة العشاء يظهر أول الليل، فنصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء. إذن لا نحرم أنفسنا من هذه العبادة حتى لو قمنا هذه العبادة بعد صلاة العشاء. ونختم درسنا أن قيام الليل سبب لدخولنا الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه.